مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أهلا بكم في اللقاء المفتوح المستمر معكم إلى حدود منتصف النهار. صحتي في ماكلتي تغذية، غادي نتكلموا اليوم على الخضر ديال فصل الخريف والأهمية ديالها الصحة ديالنا. معنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني الأخصائي في التغذية والحمية. مشكور دكتور، صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. تحية فضيلة، صباح الخير، تحية لك، تحية للطاقم المجموع، تحية لجميع المستمعات والمستمعين. مرحبا دكتور عبد الخالق. إذا كنت كلموا على خضر فصل الخريف، يعني هناك خضر اللي خاصة بفصل الخريف لازم علينا أننا يعني نستهلكوها ربما بكثرة في هذا الفصل نظرا لأهمية ديالها. شنو هي المختلف يعني الخضر ديال فصل الخريف دكتور رمضاني؟ هي لكن قبل ما نبداو في شنو هي الخضر، حيت الخضر والفواكه ديال هذا الفصل ربما معروفه وغنعاودو نديرو واحد التذكير فيها. ولكن علاش كيكون هذا يعني علاش بزاف كنهضروا على الخضر الموسميه والاهميه ديالها؟ علاش؟ لانه هاد الخضر ملي ديال الله كتوجد معروف عليها ولا الفواكه، فهي اول حاجه كتكون كتلائم كتناسب بواحد الشكل كبير الحاجيات ديالنا، لانها تابع الجو، تابع الحراره، تابع التقلبات ديال الجو، تابع التغيرات المناخيه، وكذلك كتقدم لنا تماما الحاجيات ديالنا في كل فصل. فمثلا فصل صيف طرقنا مثلا الأهمية ديال الأملاح والماء، والأهمية ديال بعض الفيتامينات والأملاح وديال المواد مضادة للأكسدة اللي خاصة تكون عندنا مثلا في فصل الربيع، في فصل الشتاء، ودابا فصل الخريف. نبغي كذلك نشير لواحد علاش كتعطى هاد الأهمية بزاف. مثلا نعطي واحد المثال بالطب الصيني أو الطب الصيني التقليدي. فالطب الصيني التقليدي كيعطيو أهمية كبيرة لهذا الوقت، لهذا المرور من فصل إلى فصل، واللي كيسموهما الفصل الخامس. يعني هاد ما بين الفصول هو هو الفصل الخامس، لأنه هو اللي كيكون كيطرؤوا فيه واحد المجموعة من التغييرات، وحتى الأعضاء هما كيسموهم مسارات ديال الطاقة، حتى الأعضاء لأن باش منخدوش في الرؤية ديال الطب الصيني، فحتى الأعضاء اللي كتكون أكثر وعمل في هذا الفصل فكتكون مختلفة على الفصل اللي فات. مثلا إذا كان فصل الصيف مثلا كان عندنا القلب والأمعاء الرقيقة، ففي هذا الفصل هذا فكتكون عندنا الرئة، هذا في المنظور الصيني الرئة والأمعاء الغليظة كذلك. حتى وهنا فين كيبداو هذاك البعد الوقائي، يعني وحتى في ناحية حتى الأعشاب المقترحة، وهنا ربما نقدروا نطرقوا في حلقة مقبلة إن شاء الله الأعشاب اللي كتطرق ديالها، الأعشاب اللي غادي نستعملوا، لا الأعشاب اللي عندنا العادة ديال أن احنا نستعملوها، ولا بعد نباتات اللي كذلك عندها المنافع ديالها. قبل مثلا بطبيعة الحال كنهضروا على الخزامة، كنهضروا على الأزير، كنهضروا على 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 السلمية، كنهضروا على النعناع، وكذلك كنهضروا على مناسبة وقيلة باش نعاود نهضروا حتى على الألوفيرا، وشنا هي الحقيقة ديالها، المنافع ديالها، ولماذا يعني هذه كاملة مسائل اللي عندها دور. إذا كما ذكرت علاش ناكلوا خضر وفواكه موسمية؟ أولا لأنها أكثر حاجة كتناسب الصحة ديالنا في ذاك الوقت معين. ثاني حاجة لأنها بحكم لأنها كتكون باقة طرية، باقة في الوقت ديالها، إذا كتكون فيها يعني الكمية المناسبة فيما يخص الفيتامينات والأملاح ديالها. كيف ما كنعرفوا في التخزين مثلا دابا كنلقاو نقدروا نلقاو بعض الفواكه ديال موسم الشتاء دابا، فهذا التخزين كيأثر بواحد الشكل كبير على المكونات اللي كنلقاوها في هذا النبات. يعني ملي كنخزنوا مثلا خضر ديال فصل لفصل اخر او للفواكه ديال فصل لفصل اخر، هذه مساله غير
ماشي ما غير كتعطيناش صحية. هذوك الحويجات اللي حنا محتاجينهم. نعم. بطبيعه الحال كاين الطريقه ديال التخزين فيها وفيها، يعني كاين المساله ديال الترقاد اللي كتبقى مساله مستحبه. كاين قدروا مثلا نجفوا التجفيف، نعم. لانه التجفيف كنقدروا نحافظوا فيه على بعض المكونات. كاين لا كونجيلاسيون، يعني هنايا خاصنا جميل. نحافظوا على المعايير ديال هذه كامله، الطرق نقدروا نحافظوا بها. مثلا بحال مثلا المطيشه، المطيشه كنقدروا نجفوها، كنقدروا نصوبوها ونديروها في الكونجيلاتور، كنحافظوا بواحد ماشي من الفيتامينات اللي فيها، ولكن كنحافظوا على بعض المواد المضاده الاكسده اللي كتكون فيها، واللي المحافظه عليها ممكنه في الكونجيلاتور. ولكن الخضر الغير موسميه اللي حنا كنتناولوها من اللي كتكون ديك الطرق ديال المحافظه عليها بشكل اللي هو عادي، فهنا بطبيعه الحال يكفي نقول على انه مباشرة من بعد الجني ديالها فواحد 3 أيام 4 أيام 5 أيام، فالنسبة تبدأ تنقص منها بواحد الشكل كبير النسبة ديال الفيتامينات اللي فيها. بالإضافة إلى ذلك، فملي كان ناكل خضار موسمية هنا حتى ذاك البعد ديال حب الطبيعة وحب الأرض والمحافظة، ذاك البعد الإيكولوجي اللي احنا دائما نعم. كتهوى ولا من الأولويات الحمد لله ديال الإنسان المغربي كذلك، هو أن احنا باغيين نحافظوا على الطبيعة. وبالتالي فملي كناكلوا خضر غير موسمية، فهذاك التخزين ديالها والنقل ديالها من أماكن بعيدة، فهي مسائل اللي هي غير صحية بالنسبة عندها تأثيرات سلبية على الصحة ديالنا، على نعم. الصحة ديال الأرض ديالنا. إذا عندنا الخضر الموسمية، شنو هي؟ فالخضر الموسمية كثيرة، مثلا فاش اللي كتوجد ابتداء من سبتمبر اكتوبر، فبطبيعه الحال كاين اولهم كاين التفاح. ملي كنهضروا على التفاح كفاكهه، فكنهضروا على التفاح كنهضروا على واحد المنتوج اللي هو رائع رائع بزاف، اللي كيلعب واحد ربما دائما المساله اللي غادي نحافظوا عليها واللي دائما باقة، اللي هي إلا كليتي تفاحة في اليوم فإنك راه عندك واحد كتكثر ولا كتنقص من الاحتمال ديال أنك تكون مريض. مريض تمام. هذه مسألة اللي كتبقى راسخة. حق العلاج، لأنه التفاح فيه واحد المجموعة من المكونات من بين التأثير، وحتى الحلاوة اللي فيه ما كتأثرش حتى على النسبة ديال السكر في الدم، بحكم لأن النوعية ديال السكر اللي فيه والأنزيمات اللي فيه والمواد المضادة نعم. للأكسدة والفيتامينات اللي فيه والأملاح اللي فيه، يعني كاملة مكونات اللي هي عندها تأثيرات إيجابية على الصحة ديالنا. ربما كاين واحد الخضره اللي كنتناولها في بعض الاحيان كفاكهه، مثلا الشرجل. والشرجل كما كنعرفوا هذا هو الوقت ديالو، ديالو تماما. يعني انا هذه واحد الاسبوع تقريبا كان مع واحد الصديق مصري، فملي عطيتو الشرجل داك ياكلو خضر، قلت ليه حنايا يعني انا في كان العادة طيبه. ديالنا احنا كنطيبوه، هو قال لي احنا كناكلو هكا اخضر، وفعلا المذاق ديالو رائع اخضر، وفعلا حنايا كنا كنتناولوه حتى اخضر. ملي كنهضروا على الشرجل كنهضروا على واحد المجموعه من المكونات، كنهضروا على واحد المجموعه من الفيتامينات، كنهضروا على واحد المجموعه من الاملاح اللي كتناسب الصحه. يعني كما يفضل كنت انه يتكل خضر دكتور رمضاني؟ لا، خضر كتبقى المنافع ديالو، غير كاين بعض الناس اللي ما غايجيهم صعيب في الهضم ديالهم، بحكم على انه فيه بعض اللي كنسميهم بعض السكريات اللي دي غلوسيد ريزيستون، يعني اللي الهضم ديالهم كيكون صعيب على الناس اللي ما موالفينهمش. ولكن حتى الطبخ ديالو بالطريقه اللي حنا كنطبخوا، ربما الخطا اللي كنستعملوه هو ان حنا في بعض الاحيان كنضيفوا ليه السكر، وهذه مسألة اللي من الأحسن أن احنا نتفادوها. فنقدر نقول على أن الشفرجل هو أكثر حاجة من بين المواد ولا الخضر اللي كتلعب واحد الدور في توازن، احنا هضرنا قبيله في الطب الصيني على الامعاء الغليظه، فهو كيلعب واحد الدور في التوازن ديال الجرثومات النافعه ديال الامعاء ديالنا. ملي نعم. كنهضروا على الجرثومات النافعه ديال الامعاء ديالنا، فبطبيعه الحال كنهضروا على واحد الموضوع اللي هو دابا متداول وربما مربوط العلاقه ديالو مع واحد المجموعه من المشاكل الصحيه وحتى نفسية.
نعم فالشفرجل فيه واحد المجموعه ديال لي بريبيوتيك. شنو هما لي بريبيوتيك؟ هما واحد النوعيه نوع انواع ديال السكريات، السكريات اللي حنا ما كنهضموهمش، واللي نعم كيمكنوا لينا هذوك الجرثومات النافعه ديالنا باش كتغدى. نعم كذلك في هذا الفصل هذا كنلقاو النبيل، فهو كيهدي وجدات اللي غتوجد واللي مزيان ان حنا نتناولوها. نتناولوها، اللي هي نعم الرمان. نعم الرمان الرمان عنده منافع كبيرة وكثيرة على الصحة ديالنا كبيرة بطبيعة الحال، بزاف، بزاف. يعني نعم الرمان من بين الفواكه اللي نقدروا نتناولوه، وحتى الاستهلاك ديالو يقدر يكون كامل. يعني حتى كنلاحظوا على ان القشره ديالو كنستعملوها للتجميل، علما بانها القشره ديالو حتى هي نقدروا نتناولوها. راه من بين المكونات فيها واحد المجموعه من المكونات، فيها واحد المكون اللي هو اللي كيعطيه تقريبا هذاك اللون، هذاك المكون فهو مضاد للاكسده بواحد الشكل رائع، وعنده واحد البعد وقائي، واحد مجموعه من المشاكل الصحيه، واحد مجموعه من المشاكل اللي كتقدر تصيب لنا القلب والشرايين ديالنا. نعم عنده واحد البعد وقائي، وهذه مسائل اللي يعني منشورات علميه اللي كتطرق على ان عنده واحد البعد وقائي واحد مجموعه من السرطانات، نعم وعلى راسها مثلا السرطان ديال البروستاتا والسرطان ديال الرحم، يعني بعد وقائي ماشي علاجي. وكذلك هاد يعني كيفاش نستهلكوهم. فمن الاحسن ان احنا الرمان ان احنا نقشروه بالموس نعم ونتناولوا ما امكن من هذيك القشره ديالو، نعم يعني حيت هذيك القشره ديالو فاتت هي، وحتى هذوك الجيوب اللي كيكونوا ما بين واخا هذوك كتكون الكرين ديال، حاره شويه ومره. وعندها واحد الطعم قليل من المروره، فكيبقى عنده واحد البعد علاجي رائع، وكتحسن لينا والناس غيلاحظوها، حتى الا عندهم اضطرابات على مستوى الهضم ديالهم، فإلا تناولوه بهذا الشكل هذا غيلاحظوا على انك عند حسن العمليه ديال الهضم ديالهم كتكون سلسه. الرمان كذلك كيناسب بزاف الناس اللي مثلا باغيين يمشيو في واحد النظام غذائي اللي باش يقادوا الوزن ديالهم. نعم لا اللي كنسموه حنا لامانسيسمو، يعني نقادوا الوزن ديالنا، ماشي هو لاكميغريسمو اللي نضعف. يعني هادو جوج الحويجات اللي كنا فرقنا بيناتهم. فالرمان تفت على انه هاد المناسبه هاد الموسم اللي هو فيه، فكننصحو بالتناول ديالو بالاكثار منه. ولو ان احنا ما كنحبدوش بزاف العصير، فالرمان نقدروا ندوزوه كالعصير ديال الرمان، ولكن بشرط على ان احنا نتناولوا ما امكن بالنسبه من هذيك يعني الرمان. هذا سؤال ديال التقنيه ديالنا خديجه الطاهري، واش ما كيضرش الحلاوه ديالو، ما تضرش الناس اللي عندهم لي ديابيتيك، اللي عندهم مرض السكري استاذ عبد الخالق؟ هو ولو يعني جوج الحوايج، هو الرمان حلو مثلا الا خداه عصير فهو كنركزوا الحلاوه ديالو، كتكسر الحلاوه ديالو الاساس ديالها هو الفريكتوز، وهاد الفريكتوز الخاصيه ديالو هو انه كيعطينا واحد المذاق، واحد المذاق ديال الحلاوه كثيره، ولكن هو في حقيقه الامر يقدر يكون يعني ما فيش الحلاوه بزاف. كنفسرها، يعني الا خدينا ربما الا خدينا معلقه ديال فريكتوز اللي هو السكر اللي كاين مثلا في الفواكه، فراه تقريبا خاصنا ندير واحد ثلاثه المعالق ديال السكر العادي باش نحسوا بنفس الاحساس اللي كان عندنا بمعلقه ديال الفريكتوز. هذا يعني الفريكتوز كيعطينا ذاك الاحساس بالحلاوه اكثر من السكر العادي. الشيء اللي كيخلينا ان احنا نقولوا على ان احنا ملي كنستهلكوا مثلا فواكه الرمان مثلا، فالحلاوه ديالو ما كتكونش كثيره بزاف، ولكن في عصير كنركزوها. اما الا خديناها كفاكهه فبالعكس الانسان اللي مصاب بداء السكري فهو عنده الحق على انه يتناول فواكه، عنده الحق على انه يتناول الرمان، يتناول التفاح، ولكن كتبقى ملي كياكلها رمانه كامله، فالرمان فيه ماء،
في املاح، في الياف، في مواد مضاده للاكسده، في واحد المجموعه، واحد في انزيمات كذلك. هاد المركبات هذا كتخلي ديك النسبه ديال السكر ما كتطلعش بزاف، وبالتالي ما كيكونش تاثير سلبي على الناس المصابين بداء السكري. بالسكري. وكيبقى الشخص نعم بطبيعه الحال هو الكميه اللي احنا غادي غادي نتناولوها. نستهلكوها. نعم فبطبيعه الحال اذا كلينا واحد الكميه كبيره فمساله عاديه. هادشي علاش الناس المصابين بداء السكري كنصحوهم ياكلوا رمانه بصحته، ولكن بشرط على ان هذيك الرمانه ما يتبعش التفاحه وبنانه والعنب، ولا شي خاصه حاجة على يعني ان اللي تكون فيها السكر من بعد. نعم او لا عصير يعني. هي يعني وكذلك كان بالعكس يعني، في بعض الدراسات تبين على انه الرمان من بين الحوايج اللي كيقدروا كيعاونونا باش كنقادوا النسبه ديال السكر الجسم. في الدم ديالنا. وكما ذكرت قبيله، فالبنان، فحتى البنان انت وراك تلقاو في هذا الفصل. والناس المصابين بداء السكري يعني نعم اللي مسموع اللي سامعين نوع البنان بنان نوع، تماما. فهنايا نعاودو نمشيو نحيدو لهم المغالطه. فالمساله ديال ممنوع ما كايناش. ما كايناش في التغذيه، اشنا هو كاين تنظيم، كاين شروط بطبيعه الحال. فبطبيعه الحال اللي غادي نتناول البنانه نكون كليت، نكون مثلا عندي واحد نشاط بدني قمت به ولا غادي نقوم به، نكون مثلا يعني كانت واحد الوجبه اللي متوازنه اللي ما حلوهاش بزاف، نعم وهذيك البنانه اللي انا عزلت تكون قاصحه قاصحة بزاف، ما ما تكونش. تكونش طيبه بزاف. علاش؟ لانه حتى انا كيدخل واحد المعيار اخر اللي هو الانديس جليسيميك، حتى هو كناخذوا بعين الاعتبار. وبالتالي حتى الناس المصابين بالسكري كنقادوا اللي ما كنتهم كيتناولوا البنان. والجزر مثلا بحال ممنوع الجزر عند الناس المصابين بداء السكري، السكري. فتحدثها مغالطه. الناس المصابين محتاجين هذوك المكونات اللي كاينه في الجزر، المكونات الرائعه اللي كاينه في الجزر، الجزر الخضر، الجزر الصوتي. خصوصا انها طيب شويه مكونات يعني طبيعية. مكونات طبيعية صحيح. الخطأ اللي ما خصوش يكون هو أن ذاك الجزر نطيبوه بواحد الشكل كبير، فشحال ما طيبناه كثير فشحال ما كيقرب السكر. كيفرز السكر. نعم كذلك في هذا الوقت هذا كيوجدوا بزاف حوايج، مثلا القزبر، معدنوس، لي زيبينار، الخس، الفجل، عن بعض الأنواع ديال البصله، ديال الفلفله، البرو يعني. ودابا غيبدا كذلك المندرين كيبداو يعني. هادو كاملين حويجات اللي عندهم مكونات، عندهم فيهم املاح، فيهم فيتامينات مثلا فيتامين سي، ولا فيهم مواد اللي هي رائعه اللي احنا محتاجينها دابا والذات ديالنا محتاجاها. كاين كذلك ربما حيت لا ليست طويله اللي بغينا نعمروا الطاجين ديالنا ولا الكميله ديالنا ولا ديك الطويصله ديال الشلاطه ديالنا في هذا الفصل الخريف، مواد بخضر وفواكه موسميه، فعندنا الحمد لله اختيارات تماما كبيره واللي كتخلينا نستهلكوا حويجات اللي كلهم عندهم تاثيرات ايجابيه على الصحه ديالنا. اكثر من ذلك فالذات ديالنا هذوك هما الحويجات اللي هي محتاجاها. نعم دكتور عبد الخالق الرمضاني، كنشكرك بزاف على هذه النصائح القيمة بخصوص يعني الخضر الموسمية والفواكه الموسمية. شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة، وإلى فرصة قادمة بحول الله. خليكم معنا.